ولنقاش ملف ظاهرة الإفلات من العقاب في ظل عدم محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور أيمن، انطلاقا من إصدار قسم حقوق الإنسان في الهيئة للعديد من التقارير وتوثيق الكثير من الانتهاكات التي حدثت في العراق، كيف يفسر عدم محاسبة هؤلاء الذين يستهدفون الناشطين والمتظاهرين الذين لا يملكون غير الكلمة وأصواتهم التي يعبرون عنها بكل سلمية في الساحات؟ أختي الفاضلة، هذه الجرائم حقيقة هي جرائم ممنهجة، جرائم منظمة ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات الولائية بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بحقوق الشعب كاملة، لا يعني لم يخرجوا للمطالبة أمور جزئية أو حلول ترقيعية. علمت الحكومة أن تجدد هذه التظاهرات في تشرين الأول 2019 هي تظاهرات تنوم عن وعي الشباب العراقي الجديد وعدم تأثرهم حقيقة بالسموم التي كانت تبثها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فبالتالي لا يمكن لهذه الحكومات لا الحالية ولا التي سبقتها أن تقوم بمحاسبة الجنات المسؤولين عن هذه الجرائم، لأنهم يعلمون جيدا أنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم سيحاسبون أنفسهم، وبالنتيجة لا يظل لهم مكان، لا يبقى لهم مكان في السلطة، وهذا الأمر محال بالنسبة للأمور والمعطيات المتوفرة في ظل الإفلات من العقاب والدعم السياسي والخارجي لهذه الحكومات سواء من قبل إيران وأمريكا وحتى المجتمع الدولي كله. ما مدى إمكانية محاسبة الجهات المدانة في العراق وكذلك الجهات الخارجية التي أشرتم إليها والتي ارتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية في حق هؤلاء المتظاهرين؟ لا شك أن هنالك يعني هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والمسألة المطلوبة حاليا حقيقة من ذوي الضحايا هو توثيق هذه الجرائم بشكل مهني وبشكل مقروء بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة لمجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة به المنبثقة عنه، حتى يعني يتم محاسبة المرتكبين ومحاسبة القتلة الذين يعني سفكوا دماء الشباب المتظاهر السلمي والناشط المدني والمدافع عن حقوق الإنسان. هذه الفئات مستهدفة فقط لأنها معارضة للحكومة والسياسات الفاشلة والنظام المحاصصة الذي حقيقة جلب الدمار والخراب للعراق على الصعيد كافة. فهنا ينبغي الـ من قبل الضحايا ومن قبل ذوي الضحايا ومن قبل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان هو توثيق هذه الجرائم كما ذكرت، وعدم حقيقة عدم اليأس بهذا الموضوع، لأنه تعلمون يعني أنه ممكن التوازن القوى حاليا بصالح من يدعم هذه الحكومات، لكن لابد أن يأتي اليوم الذي تقدم هذه أو هؤلاء يقدمون هؤلاء المجرمون إلى القضاء والقضاء العادل. لا شك أنه هذا اليوم سيأتي لكن قد يتأخر أو يتقدم، هذا كله مرهون بالإرادة السياسية الدولية المتحكمة حقيقة في الوضع العراقي بشكل أو بآخر.
تحرص الحكومة الحالية في كل تقاريرها حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين على عدم تسمية المتورطين الحقيقيين وبشكل مباشر في هذه الجرائم، أو قد تنسبها لمجهول، أو تكتفي بنقل بعض الضباط أو إعفائهم من مهامهم. كيف يفسر ذلك؟ هو الحقيقة هذه يعني هم ينسبون هذه الجرائم للطرف الثالث بين قوسين أو بين يعني لأنه كما ذكرت أنه ليس لديهم مبررا يعني مبرر آخر بالنسبة لموضوع الجرائم التي ترتكب جهارا نهارا أمام عدسات الكاميرات و تبث على شاشات التلفاز بشكل مباشر، والمرتكب وجهه واضح، ويعني الجنات يقفون والقوات الحكومية حاضرة وكل شيء، يعني كل أركان الجريمة مكتملة، لكن مع ذلك هم ينسبون هذا الموضوع إلى الطرف الثالث كما ذكرت، لأنهم لا يريدون بأي حال من الأحوال أن يدينوا أنفسهم، لأنهم يعلمون جيدا يعني حتى حوادث كثيرة حصلت وتعلن الحكومة أنها تعلم من المرتكب لهذه الحادثة أو تلك، لكنها تحجم عن محاسبة أحد، لأن هذا تعلمين يعني ويعلم الجميع أنه ما يحدث في العراق كله عبارة عن توافقات سياسية وفق المصالح التي تقتضيها المصالح الأحزاب المتنفذة وميليشياتها طبعا في العراق. على نعم. صعيد دولي، كانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة التقت أحد زعماء الميليشيات الضالعين في قتل المتظاهرين بحسب النشطاء. كيف انطلاقا من هذه الزيارة، كيف يمكن تقييم تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين؟ أختي الفاضلة، الأمم المتحدة هي عبارة عن مجموعة من الحكومات الدولية، حكومات الدول مجتمعة، وهذه الحكومات طبعا مرتبطة بموضوع المصالح والمغانم والمكاسب التي ومجبورة الحقيقة، يعني الولايات المتحدة وأمريكا تتحدث في الأروقة الدولية وفي المناسبات الأممية بمنطق يعني يجب فعل هذا، يجب فعل ذاك، لأنها تصدر أوامرها لتلك الدول، فلا يمكن للأمم المتحدة بأي حال من الأحوال أن تخرج عن طوع أمريكا ورغبات أمريكا في هذا الموضوع. أمريكا لها مصلحة أن يظل البلد في هذه الفوضى الأمنية المتفاقمة وضياع الحقوق وسلب الحريات، والحقيقة يعني إيصال المواطن العراقي إلى مستوى عال من الإحباط، لكن هم تفاجؤوا بتجدد التظاهرات في تشرين 2019، والكل شهد لمن خرج في تلك التظاهرات حجم الوعي الكبير والتضحيات الجسيمة التي قدموها، لا يمكن هذه أن تذهب سدى، وسيأتي اليوم الذي تتحقق فيه آمال وطموحات الشباب العراقي الجديد. نعم. دكتور، كان من المفترض أن تكون معنا ضيفة للحديث عن فعالية الإفلات من العقاب التي خرجت فيها أمهات الشهداء وذويهم في بغداد وكربلاء.
كيف يمكن التعليق على مثل هذه الفعاليات وأهميتها مثلما أشرتم في بداية هذا اللقاء والحديث عن توثيق هذه الجرائم والإصرار على المطالبة بمثل هذه الحقوق لمعاقبة مرتكبيها وكذلك ربما الحد من ارتكابها؟ طبعا هذه يعني إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، هذه حركة نظمها مستقلون، نظمها أساتذة أكاديميون، نظمها شخصيات عراقية معروفة مستقلة. تهدف هذه الحركة أو الحملة إلى إنهاء حالة الإفلات المطلق من العقاب. الواقع أنه لها صدى كبير، لأنه بدأت الحقيقة حتى المجتمع الدولي بدأ أو بدأ محرجا كثيرا، لأنه لا يمكن أن تمر كل هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع دون محاسبة أحد أو معاقبة أحد. فبدأت الحكومة يعني حتى الحالية أنه تظهر أمام الإعلام بمحاسبة الجهة الفلانية أو المرتكب الفلاني أو المتهم الفلاني، لكن هذا كله حقيقة يظل لا شيء أمام الكم الكبير من ملفات الجرائم والانتهاكات التي يعني لا تستطيع الحكومة. الحقيقة هذه لا تستطيع الحكومة، لأنه كما ذكرت هم أنفسهم متورطون بهذا يعني بشكل مباشر أو غير مباشر. فهذا الذي يحصل، وهذا الـ يعني هذا هو الواقع. فهذه الحملات لها تأثير كبير، وطبعا حضور جماهيري في بلدان عديدة كان يعني شكلت إحراجا كبيرا للحكومة في بغداد ولداعميها الخارجيين، لأنه كما ذكرت هي أوضحت أو بيّنت جانبا من موضوع الإفلات من العقاب، وكيف أنه ينبغي عدم الاستمرار بهذه الحالة التي تتسبب بمشاكل مركبة ولها تداعيات كثيرة حقيقة خطيرة. هذه التداعيات على المجتمع وينبغي لكن هو المنوال هو الجهد الذي يقدمه القائمون على هذه الحملة الحقيقة، هو جهود يعني كبيرة، وينبغي دعمهم وإسنادهم في سبيل تحقيق ما يذهبون إليه، وهو مطلب حقيقة مشروع ومطلب تدعم حتى القوانين الدولية والمواثيق والعهود. لكن هو هذا الواقع في العراق، إفلات مطلق من العقاب وإفلات مزمن من العقاب، مع الأسف الشديد وسط تواطؤ دولي، وهذا التواطؤ الدولي أصبح مفضوحا، لأنه يعني لا يمكن لهذا الكم الهائل من الانتهاكات أن يمر بهذا الصمت المطبق، صمت الأموات، كأنه الأحوال في العراق جيدة وتسير بشكل نعم الملفات مزدحمة الحقيقة، يعني لا يمكن حصرها، ولا يعني لأنه يعني بهذا الموضوع أنه تقف أمام هذا الكم الهائل من الملفات، لا يمكن أن تترك هكذا، لكن سيأتي اليوم حتما الذي يعاقب فيه الجنات. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، حدثنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الأردنية عمان.